منتخب سوريا لقصار القامه تم تشكيله حديثا لكره القدم وتم تحضيره، وبمجرد تحضيره بدانا بالاعداد والتحضير التدريبي من جميع النواحي التي تهدف الى تعليم اساليب ممارسه كره القدم بكافه ممارساتها من حيث الطرق التكتيكيه والتكنيكيه داخل ارض الملعب. يلا واحد اثنين يلا يا عيني عليك، بس سيطر على الطابة، سيطر على الطابة. وقد تلقينا دعوة من الاتحاد المصري للمشاركة في مهرجان النشاط السياحي الرابع لقصار القامة، والذي يتضمن عدة نشاطات من بينها نشاط كرة القدم. وعلى هذا الأساس قمنا بإعداد وتحضير فريقنا ومنتخبنا منتخب سوريا الوطني لقصار القامة من أجل المشاركة بهذه البطولة على أمل تحقيق أفضل النتائج لرفع علم سوريا عاليا في هذه البطولة بإذن الله. لا لا يلا يا عيني عليك، برافو عليك، برافو عليك كمان. يلا كمان كمان سبو يا عديد كمان سبو له يلا قرب. يلا جري بالكرة، جري بالكرة، جري سند له امشي. يلا جري يلا معلش عيدا. يلا 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 ممتاز جاه. يلا بعده يلا بعده ممتاز ممتاز. يلا 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 المهم ناخذ باص طلع بعضنا باص احمد نلعب باص الحزينة. شباب جايين نستمتع. شباب طلعوا علي. عن بطولة بمصر بشرم الشيخ بشهر الخامس تضم العراق المغرب مصر الأردن، وإحنا السورية لأول مرة نشارك بهذه البطولة المهرجان العالمي لقصار القامة في مصر. طبعا أنا بتشكر أصدقائنا المصريين وأصدقائنا العراقيين اللي تواصلوا معي لشكلت فريق لأول مرة في سوريا من كل المحافظات السورية، من إدلب، من دمشق، من حماة، من درعا، من السويدة، من حمص، ولسه جاينا لاعبين من الرقة، وجاينا لاعبين من حلب. ان شاء الله في ايام المعسكر الثالث، هذا المعسكر الثاني والاول من شي شهر، المعسكر الثالث راح يكون في العاصمه دمشق ان الله يسر، قبل المعسكر قبل ما نشارك بالبطوله بالشهر الخامس اذا الله يسر. طبعا احنا عم نعاني شويه من لاعبين القلال بالسوريه، احنا اللاعبين القلال بالسوريه لانه الغسيل القامة قليلين بالسورية على فكرة. كم واحد في ان شاء الله؟ يلا عرفتين فوق فوق زي في حالة كمان شوي برافو شباب برافو شباب برافو. يلا لا 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 من نفس التمارين اللي تمرناها ولكن على ارض الواقع بطريقه تنافسيه، يعني واحد ضد واحد خمسه.